اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. كان لازم ان انا قبل ما يعني اغادر هنا ان انا اسجل بكل التقدير والاحترام هذا الجهد العظيم والرائع اللي قام به الجهاز المركزي للتعبئه العامه والاحصاء. فانا بوجه شكري وتقديري لكل العاملين في الجهاز وعلى راسهم طبعا سيادة اللواء ابو بكر الجندي. وطبعا مش هيفوتني ان انا ارحب بالضيوف اللي موجودين معانا النهارده من الدول العربية ومن المنظمات الدولية المعنية بالتعداد وبالسكان في اللي حاضرين معانا هذه الفعالية. أنا بس عايز أقول في بيانات كتير اتقالت دلوقتي أو لكن إحنا محتاجين كحكومة وكمجتمع يبقى في إلقاء للضوء أكتر على اللي تم طرحه. وأنا هقول مثال أو مثالين وده محتاج مننا أفكار ومبادرات من خلال تشكيل لجنة عليا من الحكومة ومن الجامعات المصرية للوقوف على البيانات اللي احنا تحصلنا عليها. حد مثال أو مثالين ويمكن هيحضرني هنا بيان قاله ست لو بكر يمكن ما توضحش قوي في عشان طبعا حجم البيانات الكتير هو عدد المتزوجات في سن الاثنى عشر يعني الفتيات اللي تم زواجهم مش كده فن في سن الاثناشر حالتهم قد ايه في مصر. هو ما تقالش الرقم هنا وانا مش يعني مش هتكلم فيه لكن عايز اقول الرقم ده انا بتكلم كرقم مجمل دون التحديد اي حالة فردية بعينها. لكن انا فوجئت ان العدد مش يسير مش بسيط. يعني بنت عندها 12 سنة يعني نحملها مسؤولية زواج وبيت وكلام من هذا القبيل. انا بقولها كده بالظروفها في لمجتمعنا انتبهوا لأولادكم وبناتكم لان انا يؤلمني ذلك واعتقد يؤلم اي انسان عنده ضمير حقيقي واهتمام حقيقي بابنائه وبناته انه يعمل كده. ده حاجة انا بتكلم ان اذا كنا عايزين كمجتمع مش بس كحكومة تستفيد من البيانات اللي احنا يعني بقت موجودة معانا دلوقتي ومتاحة. دي مبادرة محتاجة مننا جهد. هيقول لي ده انا بتكلم على بنت عندها 12 سنة مش 13 و14 و15 وحتى سن 18. لا. وفوجئت ان في منهم ارامل ومطلقات في البنت اللي عندها 12 سنة دي. يا يعني قدي احنا قاسيين قوي على اهلنا وولادنا. وعشان كده انا ما كانش ممكن امشي من غير اقول ان احنا عندنا دلوقتي ثروة كبيرة جدا. التعداد ده يكلف مبلغ كبير قوي للناس اللي ما تعرفش يكلف مبلغ كبير قوي وجهد كبير قوي على مدى 4 سنوات او اكتر. وانا عارف يعني ست لو ابو بكر ده مش من قبل الوظيفه ديت قد ايه هو راجل دؤوب ونشط ودقيق. فعشان نوصل للبيانات ديت اتعمل جهد ضخم جدا وفي تكلفه ماليه ضخمه جدا اتصرفت عشان نستفيد منها كمجتمع في اصلاح ذاته في الوقوف على سوءاته سوءات هذا المجتمع ونجابهها. وانا اتصور ان الاعلام ليه دور كبير قوي مع منظمات المجتمع المدني مع الحكومه. كلنا محتاجين نقف مش بس على المثال اللي انا قلته، لا يعني في مثال تاني اتقال ما حدش خد باله يمكن او خدنا بالنا منه ان في 10 مليون وحده سكنيه مش مشغوله. 10 مليون وحده سكنيه مش مشغوله تفرج على كام شاب وشابه عايزين يتزوجوا. تحل مسألة قد إيه لناس مش متوفر لهم سكن مناسب. 10 مليون وحدة سكنية مش كده ست لو بكر؟ فأنا عايز أقول إن البيانات اللي طلعت قدامنا يمكن عمل منها أفكار ومبادرات تحل كتير من مسائلنا. لما نعرف إن إحنا عندنا مثلا ما يقرب من 70-80 ألف مسكن أو وحدة أو منشأة قابلة لابد من إزالتها ده معناه ايه؟ لما نعرف ان في ناس بتبقى
حمام مشترك ومطبخ مشترك. انا متاكد ان اللي احنا كحكومه بنعمله دلوقتي كدوله بان احنا بنخلص 180 الف وحده سكنيه، اتصور ان الرقم ده مش هيبقى موجود مره تانيه خلال السنوات القادمه، اللي هي ان احنا نسمح ان اهلنا يبقوا موجودين في يعني اوضه غرفه واحده، او موجودين في بيستخدموا حمام مشترك او مطبخ مشترك. انا اتصور ان ال 180 الف وحده سكنيه اللي موجود اللي احنا الدوله بتعملهم واللي احنا المفروض نخلصهم 30/6/18 هيحلوا هذه المساله بشكل او باخر. لكن في كلام كتير اتقال لنا وفي كلام اكتر منه ما اتقالش. الست لو ابو بكر عمل اطلاله لينا على التعداد ومؤشراته المختلفه، لكن في بيانات كتيره جدا محتاجين ان احنا نقف قدامها بالدراسه وبالافكار والمبادرات لايجاد حلول لها او الاستفاده منها. انا مره تانية بشكركم، وجهد عظيم جدا جدا للجهاز المركزي وللشباب اللي اشتغلوا، الشابات اللي اشتغلوا في هذا اللي هم 40,000 شاب وشابة اللي قاموا بجهد على مدى شهور عشان يبقوا يحطوا قدامنا صورة قريبة جدا او حقيقية من الواقع اللي احنا عايشين فيه. شكرا جزيلا.